من الرياض انضم الي اللاعب الدولي السابق تركي العواد. دكتور تركي اهلا بك. ممكن مثلا نتكلم عن الاتفاق بهذه بدايه هذا الحديث، كيف رايت هذه المباراه؟ يعني مباراة كان فيها استحواذ كبير لفريق الاتفاق، ولكن كان فيها ذكاء غير عادي من القادسية. اليوم كرة القدم شفنا حتى مباراة ريال مدريد وبرشلونة، في الذكاء هو من يوصلك للأهداف، أقل لمسات للمرمى، وعكس فريق الاتفاق اللي يحاول يستحوذ ويمرر بشكل كبير وتمريرات مبالغ فيها وعرضية مقابل فريق الاتفاق اللي يلعب على الهجمة المرتدة ويلعب على الأخطاء. فأتصور أنه نجاح غير عادي للقادسية بالإمكانيات غير الكبيرة الموجودة للفريق مقارنة بالاتفاق اللي يحاول أنه يلعب بشكل جديد وشكل مختلف ولا يعكس إمكانيات الفريق. لذلك كان تفوق القادسية وتفوق يعني مستحق لهذا الفريق الرائع صراحة اللي قاعد يقدم مستويات غير عادية. صحيح ثلاث ركلات جزاء يعني سجلها سبريا بطريقة رائعة وأيضا بثقة كبيرة في النفس، ولكن هي في النهاية الاعتماد على أخطاء الاتفاق والمبالغة في التمرير في الخلف مقارنة في فريق قاعد يلعب على الهجمة المرتدة ويلعب على المساحات ويحاول أن يخطف الثلاث نقاط. هذا الفارق اليوم بين الفرق اللي قاعد تلعب، في فرق تلعب بإمكانياتها وفرق تحاول أن تلعب بشكل مثالي لا يتناسب مع الإمكانيات. هذا ما يصف هذه المباراة، فريق واقعي وفريق مثالي، لذلك انتصر الفريق الواقعي. طب الفتح أيضا حقق فوزا هاما على الفيصلي بهذه المرحلة بالتحديد، الفيصلي ما يزال يعاني بأسفل الترتيب يعني بمنتصف ومنزول. طبعاً مباراة صعبة لأن الفريقين عندهم هذه المشكلة، يعني الفيصلي 30 نقطة الآن في وضع صعب، أقرب الفرق للفرق المهددة بالهبوط، قريب من الباطن وقريب من الوحدة، فلذلك وضمك وجميع الفرق الأخرى الآن في الأوضاع بدأت تكون أصعب على الفرق اللي تخسر، خصوصا إذا ما يعني مع صحوة ضمك ممكن ينزل يعني فريق من هذه الفرق. وشفنا الموسم الماضي خمس فرق كانت لآخر جولة مهددة بالهبوط وكان في صراع غير عادي. هذه المباراة كسبها الفتح أيضا بنفس الأسلوب اللي احنا تكلمنا عن الاتفاق، كان الفيصلي مسيطر، كان هو الأفضل، كان هو يعني تقدم مرتين، ولكن بكل تأكيد كان الفتح قادر على التسجيل. أي هجمة للفتح هي هجمة خطرة، ولذلك كان في ذكاء أكبر، عاد مرتين شخصيته أيضا وقوة شخصيته وإحساسه بالثلاث نقاط. يمكن الفيصلي جاء بعد تأهله للمباراة النهائية وفوزه على فريق النصر، فلذلك ما كانت القتالية والحماس الموجودة عنده أنه يعود في المباراة زي ما كانت عند الفتح. في كل مرة يتقدم الفيصلي يقاتل الفتح للعودة، وفي آخر الدقائق سجل هدف اللي لا يمكن لفريق الفيصلي العودة، لذلك ثلاث نقاط مهمة بعدت شوي الفتح وريحته يعني عن المناطق الصعبة واللي ممكن يعني يتعب فيها. نتوقع أن السنة هذه ممكن 35 نقطة 36 نقطة ما تكون كافية للفريق للبقاء، لذلك ثلاث نقاط هامة. وأعتقد الفيصلي يعني تأهل المباراة النهائية قد تكون لها تداعيات على مستوى الدوري. طيب ابقى معي، سنعود لنتكلم عن مباراة الشباب. عاد الشباب لسكة الانتصارات في الدوري السعودي بفوزه على مضيفه الباطن بأربعة أهداف مقابل هدف. تفاصيل أكثر في تقرير زميل هيثم بن حماد. الشباب يحل في ضيافة الباطن في مهمة لا تقبل أنصاف الحلول. التهديد الأول جاء من الفريق العاصمي النيجيري إيغالو يتوغل، ولكن تسديدته تفتقد للدقة. التهديد الأول للنيجيري. استمر الشباب في الهجوم، عرضية متقنة من بانيغا تجد فابيو مارتينز، البرتغالي عرقل والحكم يحتسب بدون تردد ركلة جزاء. الأرجنتيني بانيغا في التنفيذ، هدف أول للشباب. الباطن يرد سريعا، محمد الرايحي يرسل تسديدة قوية تسكن شباك الحارس البواردي، الهولندي ذو الأصول المغربية يمنح التعادل لأصحاب الأرض.
عرضية بانيغا الساحرة تستمر. جوانكا يستقبل تمريرة زميله بتسديدة يسارية قوية يهز بها شباك الباطن. التقدم من جديد للفريق العاصمي. بانيغا يتلاعب كما يشاء بدفاع الباطن. نجم إشبيلية السابق يحرز هدفا ثالثا للشباب. أنت مجنون يا بانيغا، مجنون يا بانيغا. مع بداية الشوط الثاني حاول الباطن العودة إلى المباراة. البوارد ودفاع الشباب يمنعان أصحاب الأرض من هدف محقق. القوة الأرجنتينية تضرب مجددا. عرضية بانيغا تجد رأسية جوانكا الذي يحرز الهدف الرابع لرجال المدرب كارلوس هيرنانديز. من شرب الماء صناعة هدف من إيفر بانيغا. شرب الماء يا عبد الملك، ما الذي تفعل يا بانيغا؟ ايش اللي تعمل يا بانيغا؟ ايش اللي تعمل؟ الفريق الضيف يكمل الدقائق الأخيرة بعشرة لاعبين بعد طرد حسين القحطاني. بطاقة حمراء على فواصل. الشباب يعود إلى سكة الانتصارات بعد هزيمتين متتاليتين في الدوري أمام الاتحاد والتعاون. انتصار يعيد زملاء بانيغا للصدارة مناصفة مع الهلال. هيثم بن حماد، العربية. أعود إلى ضيفي دكتور تركي. يعني فوز كبير للشباب، 4 أهداف على الباطن. الشباب ظهر بشخصية مختلفة عن مباراته السابقة بالجولة الماضية. ما الذي اختلف من الجولة الماضية إلى الآن؟ يعني بالجولة الماضية لم يقدم أداء، لم يظهر بشكل جيد. يعني أكثر من عامل. أول شيء خسارة الهلال في يعني أمس، هذه ساعدت الشباب أيضا وجعلته يدخل لهذه المباراة حياة موت للمشاركة الهلال في الصدارة والإبقاء على حظوظه، ويلعب مباراة القادمة مع الهلال إذا ما حقق الانتصار ينفرد بالصدارة بفارق 3 نقاط. لذلك هذه أيضا عامل هام جدا، لأنه شفنا إحنا من بداية المباراة كان واضح أنه الشباب جاي لهذه المباراة عشان يفوز. سهل المباراة، كانت مباراة سهلة جدا على الشباب، أنه فريق الباطن لعب غريدو. يعني غريبة هذه المباراة، تلعب أمام فريق هو الأفضل هجوميا في الدوري وتلعب مباراة مفتوحة بهذا الشكل. أعتقد أنه الأهداف كانت سهلة، وكان قادر الشباب أنه يسجل 6-7 أهداف في هذه المباراة. فما توفق جاريدو صراحة في قراءة المباراة وفتح المباراة بشكل كبير، إضافة إلى يعني بانيغا ما كان في تغطية حقيقية على بانيغا. هذه المباراة أخذها بانيغا بالطول بالعرض، كان هو نجم المباراة. بل أنك أحيانا تحس مباراة بين بانيغا والباطن ما كان في تغطية، فلاعب زي هذا بهذه المهارات بهذا الذكاء بالقدرة على التمرير لازم تغطيه بشكل كبير، ما تعطيه الفرصة. كانت مساحات كبيرة، وكان واضح يعني حتى آخر 4 دقائق، يعني في الشوط الأول قدر شاب أنه يسجل هدفين بأسرع وقت وينهي الشوط الأول متقدم بـ3. الشوط الأول يعكس المباراة. حاول الباطن أن يعود، ولكن هي المشكلة الأكبر في فتح اللعب. دائما الفرق اللي عندها مشاكل دفاعية يجب أنها تلعب على التحولات يعني والهجمة المرتدة، وتقفل في الدفاع، ما تفتح اللعب بشكل، خصوصا عنده الهجوم الجيد، عنده لاعبين مهاجمين قادرين أنهم يسجلون. ففتح اللعب بالنسبة لي ما كان موفق، ولكن أيضا لازم نعطي فريق الشباب حقه، لعب مباراة رائعة وشخصية كبيرة. حتى بعد ما سجل الباطن التعادل عاد الشباب ومسك المباراة وأنهى الشوط الأول بفارق 2. جوانكا أيضا كان واحد من نجوم المباراة، ولكن بانيغا أخذ 10 من 10. حتى في السوفا سكور كان 10 من 10، من نادر تشوف لاعب يحصل على 10. يعني بانيغا صنع 2 وسجل 2، يعني وكأنه هو ما صنع هذه المباراة وهذا الفوز.
صحيح يعني، وسجل هدف من أجمل الأهداف. يعني نترك ركلات الجزاء والصناعة اللي هي كانت رائعة يعني بشكل أكثر من رائع، بالذات الهدف الثاني صناعة جميلة جدا وتمريرة بالمقاس لجوانكا اللي ما تردد ولعبها من لمسة واحدة، ولكن أيضا سجل هدف جميل جدا بوجود 4-5 مدافعين في منطقة الجزاء والدخلة العرضية. غالبا الدخلة العرضية من الصعب أنك تتخطى أكثر من لاعب، لأنه اللاعب يكون واقف يشيل الكرة بسهولة، ولكنه استخدم خبرته وذكاءه وسدد بشكل أكثر من رائع في المباراة كلها. كان يدير المباراة وكأنه يلعب لوحده. ألوم الباطن في هذه المباراة أنه ما يعني حسبوا حساب بانيجا، ولكن أيضا بانيجا كان متجلي في هذه المباراة وفعل كل شيء، سجل هدفين وصنع هدفين وأعطى فريقه بكل تأكيد المشاركة في الصدارة. شكرا جزيلا لك من الرياض، لاعب دول السابق تركي العواد.